الملف ديال اليوم تأخر لسبب قانوني كيتمثل في أنه الشهيد أو عفوا المرحوم الأستاذ بن جلون التويمي لم يتم تعيين إلى حد الآن مصفي لمكتبه طبقا لقانون منظم لمهنة المحاماة والنظام الداخلي لنقابة المحامين بفاس. تأخر الملف مسألة قانونية اللي ما يمكن لناش حنا نعرضوا فيها وما يمكن حتى شي طرف يعرض فيها، لأننا حنا هنا أولا باش يطبق القانون على الجميع، ما كاينش فرق ما بين شي حد. وفي نفس الوقت تأخر باش النقابة تدليب المقرر ديال هذا المصفي اللي غادي يتعين سواء من طرف نقيب هيئة المحامين بفاس أو من طرف أسرة الفقيد. هذا هو سبب التأخير. نعم نحن كنا جاهزين، الدفاع كان حاضر وكان حاضر بكل حيوية وكل نشاط المعهود فيه، وعكس ما تم تداوله في جريدة معينة من كون أن هنالك تصدع، ليس هنالك أي تصدع في فريق دفاع هيئة الجيد حاضر باش ماشي فقط غير يدافع في الجوانب القانونية والحقوقية والمصلحية ديال أسرة الشهيد، بل باش يبين للمحكمة ومن خلال المحكمة للرأي العام هاد الممارسات اللي كانت كيتميز بها واحد التيار سياسي معين في الجامعة واللي كان كيدبر الاختلاف بالتصفية الجسدية لكل مناضل تقدمي أو كل مناضل اختلف معه. هاد التيار اللي كما لاحظتوا اليوم في جلسة اليوم دار إنزال مع عمدة مدينة فاس والحد العديد من النواب البرلمانيين وحاصروا المناضلين ديال اليسار وديال الحركة التقدمية. عمدة مدينة فاس من خلالكم أنا تنقول سير أزامي سير قابل مدينة فاس، قابل شغلك، قابل حقوق ومصالح المواطنين. راه ما يمكن لك لا أنت لا السي بن كيران ولا مصطفى الرميد تأثروا على القضاء. القضاء اليوم قضاء مستقل، المغاربة مالكا شعبا حكومة قوى كله ديالو اليوم اتفقوا على ان القضاء غيكون مستقل وما يمكن حتى شي واحد يتدخل فيه ولا يأثر فيه. القضاء المستقل غادي ينطق بالحكم الذي يقتنع به من خلال الملابسات ديال القضية ومن خلال الخلاصة اللي خلص ليها السيد قاضي التحقيق مع ايماني العميق بقرينة البراءة. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.